بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هيثم يسمين ضفان ريجن صحيه تام قرانت زيريت جاكسمور. اليوم امام هذا الصوت ديال البحر، وهو بحر قاريه، احد افضل الشواطئ هنايا في الناظور. هذه الفقره غنسميوها بانوراما ان شاء الله تعالى، غناخذكم احد افضل الشواطئ ديال الريف ان شاء الله تعالى كاملين. والفقره الاولى والحلقه الاولى جينا هنا القاريه، قاريه اللي وضعته مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه، احد افضل 25 شاطئ نظيف في المغرب، كيبتاع تقريبا حوالي 25 كيلومتر على الناظور. كيف هيثم هذه السماء المؤسسه وميقان محمد السادس لحمايه البيئه ساسيف اسغاني نيست مازيخت، لاحد احسن 25 بحورات ديال المغرب، ما يمي سنظف الناس ايضا لي باركينز ذي سباركي ذي المواصلات. ملي غتحطوا على المواصلات هذا الشاطئ كيجيب من الناظور توبيس تاكسي، يعني ابريد نسي الصباح نشي نستني مره البحر قاريه من ناحيه المواصلات ويسبو بروبليم ديس لي باركي ديس المرافق لي تواليت الدوشات ديس ريستورا ديس كلشي. ان شاء الله تعالى هذه السماء الحلقه هي الاولى دوم تعجب، ولكن وقت توشا لايك وقيم ثكينه. مجدوم ني غنهور بحارة يتوحسب احد افضل الشواطئ هنا في اقليم الناظور، هو سميتو قريه اركمان. ونعيد واكرر انه باش مزيان المواصلات والباركينغ والمرافق، الريستورات كاينين كذلك، فين تدير الدوش كاين، ليس هيثم هذه السما جميع المرافق، ليس ايضا مش خزا مامو الامن والبحار مش دومني غنوه ينقى. قبل يدغي يفنى هيثم ثنا غيتي لينا جمالي ومان، ولا قبل يدخلوا ان شاء الله تعالى الجاليه ديالنا المقيمه باوروبا غندير واحد الورقه تعريفيه في الشواطئ ديال الريف ان شاء الله تعالى كامله. والحلقه الاولى درناها هنا في شارع في شاطئ قريه اركمان اللي بعيد تقريبا عن الناظور حوالي 25 كيلومتر، ما بعيدش بزاف كما قلت لكم، كيوصل لهنا حتى التوبيس طاكسيات، يعني تما تجي السمان شي نسنى انه بحار قاريه احد احسن البحورات في غامض انت ديارف. وقوم يتما دي السما دائما قاقت انه ميزي الصبح قاريه الصبح سيجدي نس الرمال الذهبيه تبارك الله، يجدي نس ينقى ذا مزداد كوراس كواسخ ملي تقرب ونبذو تنظف انت يتما دي السما. خونا زاد كيسنيش تبارك الله نوفا يتما غدا تنظفان وضو ميني غير خورة الثمن شحال زيد شهر انت تيتي الكريسة مش دينا لان شو سيدي تقول نبذو 8000 9000 يعني 80 90 درهم باش كيكريو هنايا هاد الكراسة واللي كيما كتشوفوا حاليا. ملي غايت مدي السما شين قرازم باراشوت ان شاء الله انت غايت مدي السما 80 نيخ 80 درهم يعني 8 10 يورو غايت مدي السما تقول نبذو وهاد الثمن غايت مثنى. وقوم على الاجواء يوحشن البحار قارية قاسم مرحبا بكم ان شاء الله. لكن ونس قارب فيديو يا مش دو مني احسن البحورات اللي احد احسن البحورات اللي غنغدا ديالي تقول نبذو قنت السنماره وهي تعماري الطاس نظرا دائما قاقت الى مواصلتي غاس خمني الصور خم مواصلتي هذه السماء فيوذس 25 كيلومتر وها اني دخلت الطوبيس السكوادات التاكسي يعني ميدوم غيني تبارك الله كلشي موجود. ها قوم ذا مثلا نهار الجوع قوا تجيبو شان نحمو ربحا راكم قبل الخزامه مويهاش، ولكن واخا يا مني قاد انت تي مثلا وسند كعائلات وسند هذا يحان قاس وجذان يعني ديو سند تاتي الاغلبيه اربعه ديال جنزي الخارج وسند يعني غاسن شويه نروق تزيد ياسن خو اقاين داني تاتي اي ثمثنا ذي سمثنا تبارك الله هي قومف ربح هذا مقران هذا قول نبذ وقت السن منيف نغدير خريفي صغنين نشين يتعمار يا الطاس يتوقع ليس الازدحام يتوقع ليس الاكتظاظ ميزي مش دوم مني غنهور بحاره تعجب اصلا ماري يثمثل غريفيان ويش نتحية تسام قرانت بطبيعتي الحال يثمثل غيش بذانا لكن يوحف الله تعالى قد ايما نقاقت شي تعجب ايدا صغا قارية سواء الاسواق نيخ سواء ربحار نيخ سواء اي حاجة نيخ ثان زينت شي بعدا تعجب اي قارية وتعجب اي الطاس يقوم هالاجواء يثمثل يسمى جدو مني قبر يتغير ان شاء الله تعالى اي ثمثنا غيت لينا جمالي ومان لكن يسقار بغن خوشي حاجة غير بحار تورا ما يثمثل قد استعدان ودائما رقاقت ان شاء الله تعالى توفوا يعني نبودي تسامان لا والو تمني غير ان شاء الله تعالى انقيم ثمو باركينغ للتذكير فقط فباركينغ دايس اللي كيسول هل هناك باركينغ كاين باركينغ ديال السيارات كاين يعني الريستورات كاين هنا كما كتشاهدوا لي تواليت كاين الدوش يعني كل شيء كاين في هذا الشاطئ اللي سميتو قريه اركمان. ويوحشنا يا يثماه ويوحشنا يسمار بحار اقوم هر بحار قارية هالصوت الموجث من بحار قارية ان شاء الله هو يقيم شاه التسم ان شاء الله هو يقيم شاه التدفن تسم غير بحار اصنغي لمخياس زيومي تعجيباس خياس زيومي تزدغاس
فقط لي التذكيرة يتما دي السماء ربتزاق قاعدت من يتسغ نشغى قارية تحول ما يتما دي السماء نهو إن شاء الله دير خريف أتجنب مريم الجمعة ذي السفت ذي رحد من السبب يتوقيع ربحاري تري عما يطاس وخمين تري عما نشي بتايت مثلا غيري فين السنة لهو ذا تعجبان غيش نحاشد وقت تعجب شان أحايش ممشان تري طاس شير قارس قورو ياك يعني من الأفضل يتما دي السماء أنه التسم إن شاء الله تعالى قيش نروي وقت أتى في إخوان ومين دير نهاني ريام من إخوان جنف بجدو مني غنه ريام نهاية الأسبوع واحد لان تحدثين إن شاء الله تعالى حتى بالعربية كان كل إخوان ديالنا أنهم يتجنبوا نغيجوا إن شاء الله تعالى القرية يتجنبوا أيام نهاية الأسبوع بحال الجمعة والسبت والأحد ودائما كنقولها أن هذا البحر باش مزيان بالنظافة ديالو ومزيان بالنظافة بالنقاوة بالمرافق ديالو كاين كذلك اللي كيعسوا على البحر اللي غادي يوم يسلقى شي انه يعسس نخ البحر ما عرفتش شنو يغارق الا ما غير ذلك باش دوم النيغ ذيس الرمال ذهبيه دائما رقاق انه البحر قاريه ميزي معروف النظافه ذا الرمال يعني جديد ما دي السماء ينقى وينقى سوا الطاس ونشي نخنوسد قبل يتغير في شهر 7 هما كانوا تسقار بكثار ونفيثن قبضنا بنانا نظفني غدنا نسنقاني مثلا غمي وكشين ينا ذاك ندار كراسه يا مار قوم ماشي قرحه تبارك الله زعما صراحه وخلجوا ذا صماد نهارا ولكن مين دوم غير غير الساعه شي قرب حاري يتما وربزقاقت بنادم ملا نفسيا ويجيبو مليح كونوا على يقين انه هتا سبحان الله العظيم غير بحار اتايح صافي ذو النينتا ومش دوم قرايت ما دي السماء انه الكراسايا اذا تخزام الخوم مار اذا نيتا اي قيم كوري جن ماشي قارت كوري جن الثمن سلات ثمن يتما دي السماء ما ريناش مثلا 10 اورو ماشي 10 اورو حاول يتما دي السماء تشطار غير شطار جبو ذراعي باغا نضيف ماطا تبعتي الحال تمام حاول ان شاء الله تعالى تقدر لك جن 8 شنو مش دوم ملي خاذني 4 قطعه 12 ريف 10 اورو ديني بنا من غير بلاصه قطعه 8 اورو ولا بنا من قطعه 9 ريف فرانك على حسب ولا بنادم اسقط عن عوض قل يعني مساله اني عاديه اما من خلال ربح حاضر مومين تاع يقوم قيع ما بويا الطاس غير بعد نيت مثلا غتيرينا جمادي ومان قوسين دا تسعدون العطله نصر مريني غاتجار وقت بطبيعه الحال حيث مثلا غني غاتجار وقت اقين دا والبحار ديال وقت ساعه دي خوا ونشتي الزغ ديال هذه السما انه ان شاء الله صر بحار قاريه ان شاء الله انا حاض ربحار مبويفان ان شاء الله انا حاضر بحورات مبوقانا انا حغار بحورات مار ديال الفقريه بانوراما هذو مريخ ان شاء الله تعالى احس بحورات نياري في مار خاصنا هو يشنيش كروما نحتاج مشان كروما نسقرب كي نسقرب سيج نحاش ولكن واش تقول شي مثلا دي السما مثلا لايك هو معكم جو من غيث ما دي السما انه صراحه البحر قارية بنزلي تعجب نشاه تارخو المواصلات الناس اه تارخو انه يوذا الناس مثل هذه قارية اللي عمرها دار تعجبيت ما دي سمانش صراحة تعجبي سي جدية دي تخزع مرخو الرمال من دومين غادي قابل البركة البحر ينخى نظيف في الاوينة الاخيرة كتار تقنيت مثلا غادي يجن مجهولة تنقراني نحو مضحا فضا خنا ضفا نس وربزاق قاقت انه رنشين ان شاء الله تعالى نمعاون في ما دي سما ومش اي واحد يويتش انا حاجتات يش شيت سو بصحتك ولكن رعيبة يتما دي سما انه كنيو تسنم ماني تيري يعني ماني جا انه ذي بعض الاوقات غير بعض الحوايج مانت المشكل ذي النير انه يوذن تتن السن تجن ماكلا نسنا مني يوذن تتن السن صافي هذه الساعه دور بحال نص الصباح مشات توالي الجل ماكلا الناس ديك جدي صافي كوا ماني ني نزريت للاسف والاغلبيه نزاريت ذي البحار مبويا فار وماني ثم ذي السمات نغتفرك وين تفزريم وتفهم ما يمين دوم قصده المهم وانت بدير مول الاجواء هي شنان شان حوايج سخيه خنت نزير حوايج نسخيه خنت خصور غير خو اتاف بنادم يتاس دي تيس يجمع ويجمع شان حاجه الناس يتقص الحار ولكن نقيم ندير حوايج جاي شنان وما راس قارب خصو يغمو مو كاميرا كاين واحد خزام نيت الخو قاعد واحد كمل نشان نظافه نص قاعد نتي حرم نعقد جمعان ولكن خذيتيني من خوك النيو دير وقتها واخا عاد وكمل نشان ما جيت وضعها يجري شتباني دير وقت 10 على 10 صراحه كل صراحه ما شاء الله البحار ذا مزداق رمال ذهبيه خنشرب دقه انه هو البحار قارية غاصر رمال ذهبية وكذلك قوم ذزير بعض المرافق من سيران تشمة وخوص دي سين هي غيرين قد اني وذان غاصر دنيت وذري نسان الفيلا نهي مزيانين ومش دوم نغ الامن يتواجه دا يعني الحمد لله انه ربحارة نسنيت مرة نهرا ما عرف خاص كتار تعرف فقط ييث مثلا يتغيس نزيل المناطق المغرب النغنيت كنقول لهم مرحبا بكم هذا البحر كيتوحس يعني كيكون ولا كي يعني كيتحط من عاد احد افضل البحار اللي كاين عندنا هنا في الناظور لا من ناحيه الامن لا من ناحيه يعني الاسعار ديال الماكولات الى ما غير ذلك وكذلك النظافه ديال الرمال ديالو ما بعيدش بزاف على الناظور او المدينه ديال الناظور كما قلت لكم بعيد فقط حوالي 25 كيلومتر وكاين لي باركينغ فين تحط السياره ديالك وتدوز ان شاء الله تعالى وقت ممتع
وتمشي بحالك. ومرحبا بكم اخوتنا المغاربه هنايا في قريه. اذا تمنيني تما دي السماء عرفوهم شويه سخار بغاك نيود شويه في الاجواء شنان هاكم ثوي عما شعات، ولكن كنستنى نوه ديال الخريف دوك نبداو فما يتمثنا دي السماء ثنا غدنيساتي هذه هي مشينا من دوما ينيق ها في النهار ماني غاوب هذا في عما سوطاس. المهم مرحبا بكم ان شاء الله تعالى تسعدوا مجموعه العطله تصبحانت، واي واحد قاخت تعاود غاس يتعجبس ربحاره قاريه هذه في ديار ديال الكومونتير هذه ني واحد هما سفيان احد امشك زكوذان ومي تعجيب ربحار القاريه. اذا نيت ما دي سمع ثمانيه اذا متصوري الخو هذا شحال من عمر خويا جنكواسي واد الشطار تبعتي الحال شي ما دي سمع من بكل صراحه شحال الشطار زدهم قانون بلا مري وسد رخو مش حازي غير من عاد تقريبا خو نايح يجن 30 ساعتين 30 ساعتين دوزين تقريبا 30 ساعتين اسكو شغيت ما دي سمع ديال عن كراس اسكو شغاب عار يورو الخو اسكو شغاب عار فرانكو خا اني كتا اسكو شغاب عار فرانكو زدهم قا واخا اني كتا نشد الشطار ولا ملي دوم قاري كني واخا الشطار في 8 سمو جبو درعي بديت موافا تمام عادي انا ماشي شي نجم الثمن صافا ستني اوكي عافاك شكرا بارك الله فيك. لا عادي 8 سمو نهوض الشطار اتيني دواه حقا على حسب اي قداني حسب الداي قدامي زيد ما يمي ضي الطاس نيت ما تنقش شهر ندير كراسه واخا ملي توقع المنافسه قد استمني ثاني واخا ملي توقع المنافسه اللي تقن كراسه ويغطر الثمن خواني تاتي وك الصوت نموشتي شنان يثما دي السماء هذو مختتم الفيديويا هذو من ان شاء الله تعالى يثما ثنا يدغيا بحان لكن يدي السي ودار ربي على خير ان شاء الله تعالى نسقار بك نودي يثما دي السماء احد المواج البحاري جان غان غيار الريف وهو البحار قاريه تصقي يثما ثنا غير تعجي باسم التصقي يثما ثنا عشقنت وقاو ما يثما ثنا غير السماء ثنا مرحبا بكم ان شاء الله وتسقاق شويه وزاسي غا اختتما اك الصوت النهاره الموجف النبحار القارية وارد انت تهضر معايا ني غيث ما دي السماء جنت صحيه تام قرانت زيره جاك تمور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.